ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير جدا. النهارده هوريكم شبكتي، انا جبتها خلاص. انا على الخطوبه كنت جايبه دبلتين، ما كنتش جايبه حاجه تانية، كنت انا جايبه دبلتي ودبله خطيبي. طيب عشان بس اخواتنا المسلمين ما يقولوش ليه دبله ليه هو، احنا عندنا مسيحيين بنلبس، الراجل بيلبس الدبله دهب عادي زي بتاعه العروسه او مختلفه براحتك خالص، بس بتبقى لازم دهب زيك زي العروسه، يعني هو بيلبس دبله دهب زينا بالظبط. فاحنا كنا في الخطوبه جايبين الدبلتين زي بعض، بس هو غير دبلته وانا جبت شبكتي. دي اول حاجه. تاني حاجه، مش عايزه كومنتات سلبيه. الشبكه صغيره كتيره، دي حاجه بتاعتنا، حلوه وحشه برضو بتاعتي انا. انا مجرد نزلت بوست على المنتدى امبارح بقول ان انا جبت شبكتي باركولي، فلقيت ناس كتير بتقولي صورينا الشبكه، فانا صورتها لكم عشان اشارككم بيها، لكن ولا هقول سعرها ولا هقول وزنها ولا اي حاجه، انا مجرد هوريكم شكلها وذوقي فيها. لكن كومنتات بقى تقيله خفيفه كبيره قليله، دي حاجه بتاعتي انا ما تخصش اي حد تاني. فاتمنى منكم تحطوا لايك لو الشبكه عجبتكم، ولو انت جديده وبتتفرجي عليا وما اشتركتيش اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. فاضل لنا 100 مشترك ونوصل 15000، فرحوني قبل الفرح وحطوا الاشتراك بتاعكم. مبدئيا دي الدبله بتاعتي اهي، انا لابساها، كنت جايبه انا وخطيبي زيها في الخطوبه، بس بتاعت خطيبي عشان ما يعني نمرتها اكبر فكانت ضخمه جدا على صباعه، وكمان هو خس فوسعت، هو غيرها وجاب زي دي بالظبط بس ارفع شويه وكمان مدوره مش مربعه، انا جايبه اللي هي مربعه، فهو جاب اللي هي يعني اقل من دي، هي دي عريضه، ف يعني هو جاب ارفع شويه ومدوره مش مربعه، بس نفس الشكل، يعني نفس اللي من جوه دي اهو، نفس دي من جوه ونفس اللي من الاطار اللي من بره اللي هو الروز جولد. فبصوا شكلها، دي دبلتي، فانا مش محتاجه توينز عشان هي عريضه، فجربت ان انا اجيب عليها توينز فكان الشكل غير لائق خالص، يعني عشان بصي واصل لحد هنا، حتى لو توينز هادي جدا ورفيع برضو مش نافع. هي الدبله دي مش عايزه توينز معاها ولا اي حاجه، تمام. فدي طبعا قديمه انا ما غيرتهاش، وبتاعه خطيبي معاه لابسها فمش هعرف اصورها. يلا نشوف الشبكه اللي انا جبتها. بصوا مبدئيا هو طقم كده كوليه، بصوا شكله، انا ما حبيتش اللي هو الطويل خالص، هو اللي نازل موضه طويل خالص، والكوليهات القديمه القصيره، فده خير الامور وسط يعني، فاهميني. بصوا الكوليه بتاعه شايفين، طبعا ده لازوردي، فالفصوص اللي فيه دي يعني لو يعني ربنا ما يكتب ان انا بيعه كده، بس لو حبيت ابيعه او اغيره او حاجة، الفصوص دي بتفضل زي ما هي يعني مش بتتشال، والوزن بيفضل زي ما هو. اللازوردي طبعا معروف، انا ما بحبش الاشكال الذهب العادية، بحب كل الذهب اللي بلبسه لازوردي، حتى الدبلة لازوردي، هي بتبقى غالية في المصنعية شوية بس فرامها شيك جدا. فبصوا هي هنا كده مش مستويين، يعني اتنين كده واتنين كده، حتى في الحلق واضحة، واحدة 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 كده شايفين، يعني مش منتظمين، بس شكلها حلو جدا في اللبس وكيوتة جدا، انا عجبتني مع اني مش ستايلي، انا بحب البس السلاسل الرقيقة جدا، بس دي حبيتها قلت البسه في المناسبات. عامة انا ما بحبش الذهب اصلا، فانا جايباه وانا مجبرة يعني، فاهميني. جربت ان انا اختار الكوليهات الطويلة، مش حلو عليا بالمرة. بصوا كنت عايزه اجيب سلاسل الرفيعه خالص دي، بس هو مرضيش طبعا، قال لي لازم نجيب حاجه تقيله. بصوا فهنا البتاعه بتاعته او الباقيه يعني سلسله، والقفل بتاعه اهو، واللازوردي اهو، الختم بتاع اللازوردي. بصوا تمام، وده الحلق بتاعه اهو، برضو نفس الستايل، واحده 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 واحده. بصراحه انا ما حبيتش الحلق قوي لانه مدلدل كده، انا بحب الحاجه البريمه الصغننه، بس طبعا عشان هو طقم فما كانش ينفع يطلع غير مع بعض الحلق بالكوليه شايفين، بس هو رقيق خالص. بصوا شكله امور جدا بصراحه، تمام. وجبت له الخاتم ده، الخاتم ده ما كانش معاه في الطقم ولا حاجة، ده لوحده برضو لازوردي. بصوا هو كورتين وبتاعه كده مدايرة زيه بالظبط، نفس الستايل. بصوا
بس دول الكور بتاعته اكبر شويه. بصوا شكله، كان في منه الكره الواحده في النص كده، في منها بينك واخضر واحمر وكده، بس ما كانش موجود غير الاخضر منه، فما عجبش خطيبي خالص. كان نفسي في اللون اللي هو مدي على بني، او اللون ده او ده، ده روز جولد. على فكره هما التلاته مختلفين، يعني ده ذهبي وده روز جولد وده سيلفر. بصوا شكله حلو جدا، وكمان ينفع توينز، يعني ممكن البسه فوق الدبله كده. بصوا شكله جميل يعني. بس فدي شبكتي، ما حبيتش اطول الفيديو عليكم، وبرده ما حبيتش ان انا ارفض طلب اي حد طلب ان انا اصور الشبكه. فلو عجبتكم حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى ما فيش كومنتات سلبيه. هتوحشوني جدا، باي باي.